الجمهور الكريم وضيوف المعرض الدولي للمنتوجات المحلية التحاق بالمنصة. مساء الخير جمهور كريم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في هذا الموعد اليومي المتجدد مع ضيوف وزوار المعرض الدولي للمنتجات المحليه في نسخة 2020. ارحب بكم جميعا واتمنى لكم اداء فاتح ممتعه لفتره الفنيه. سنبدا بمجموعه واحده مجموعه تهتم بالنوى وخاصه بالاستقبال. هذه الجمعيه وهي سوس نوى للتنميه الثقافيه من تونس جميعا بحضور هذا الاستقبال المتميز بهذه المجموعه وبحضور الحضور في الناس الصديقه C'est quoi, le miel? Le miel? Ah, c'est le miel. Très bon, le miel. Tarouda, le miel de Tarouda, très bon miel. Thank you.
Thank you.